الخير يا بنات. كنت فين يا دكتور؟ دي الدنيا مولعه. وانا مالي وانا المطافي. بس يا بنت بلاقي لك حاجه منك. لا يلا على شغلكم، امشوا امشوا. ثواني يا حسام بيه، ثواني. اتفضل يا دكتور. ازيكم يا بنات؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ بصي يا رامي، تاخدي العلبه دي وتوديها مكتبي، خليك يا ماما في شغلك. خلاص اوعي تشغلي التكييف، فهماني؟ حاضر. هتفتحي الدرج التحتاني بتاع مكتبي، هتلاقي كيسه سودا فيها شويه ذره عويجه. ذره ايه؟ تاخدي منها بس شويه من اللي هتلاقيه في الكيسه دي وتحطيهم في العلبه، وتحطي معاهم شويه ميه في اي حاجه غامضه. ميه؟ هي العلبه دي فيها ايه يا دكتور؟ هي العلبه دي فيها فيل، يعني هيكون فيها ايه يا زكريا؟ مراجع. يلا. الحمد لله على السلامه يا حسام بيه. الله يسلمك يا دكتوره. طمنيني، اخبار الحاله ايه؟ كله تمام والحمد لله. يا ريت سيادتك تبلغ الهانم ان دكتور سليمان موجود وقدامه ربع ساعه بالظبط يجهز نفسه ويدخل الرعايه فورا. اتفضل يا دكتور، التعقيم جاهز وفي انتظار حضرتك. تمام. طب اعمل ايه يا ريس؟ طيب بقول لحضرتك، حرس الوزير قافلين باب المستشفى، والنمله اللي داخله بيسالوها انت مين وداخله ليه، خصوصا الصحافه. يا ريس، هم دول حد بيعرف يتكلم ولا يتفاهم معاهم اصلا؟ ده حتى النائب الاداري اللي اعرفه جوه المستشفى قافل تليفونه. الحل يا اما حضرتك تتصل بحد في الوزاره، يا اما تكلم الدكتوره شاهناز. بالزمة انت عندك مخ انت يا دكتور؟ انت حمار يا مصطفى وما بتفهمش اي حاجه. مش ممكن، مفيش مرة أطلب منك طلب ويتنفذ زي الناس أبداً يا مصطفى. أقولك عايز موبايل متين يستحمل كده مكالماتي ويسعفني في الظروف الطارئة دي، تجيب لي موبايل معفن منيل كل شوية يهنج كل شوية يفصل شحن. عفن يا دكتور؟ ده موبايل معفن يا سيدي. اخرس يا مصطفى اخرس. انت كمان ليك عين تتكلم؟ مش معقول أبداً كده. مش كفايه الورطه المقندله اللي احنا كلنا فيها بسببك دي؟ بسبب نباتك ومخك اللي زي الطوبه ده؟ مش معقول الدنيا مقلوبه عليا والراجل مرمي في الرعايه وانا تايه في الشوارع، ولا عارف اعمل مكالمه، ولا عارف اطلع رقم من الموبايل العيالي اللي انت جايبهولي اللي ما فيهوش الا رنات رنات رنات. يا بنتي بالراحه، ما تقفليهاش قوي، بتخلي اقفليها كويس يا داليا. ما تقفلي كويس يا داليا. الله، احنا نظر. لا بقى في ذمه ولا بقى في ضمير. يا ساتر. ولا السواق البيت، سواق اللي بياخد مرتب وكيل وزاره، شايفني وانا خارج بالعربيه وعارف ان ما فيهاش بنزين، ولا كلف خاطره انه يقول لي فليح لي بس في الهمبكه. الحمد لله على السلامه يا دكتور. البركه فيك يا دكتور، ربنا يخليك لينا. يا بنتي بس النفس ده مش معقول قوي. تقدر تشوف شغلها لو سمحت؟ اتفضلي يا بنتي اتفضلي. هاتي يا ماما هاتي. المهم، شوفي بقى الأقدار لما تربز بقى معاكي وتقفلك كل الأبواب في وشك وتحبكالك على الآخر، تعطل فين بقى العربية؟ فين؟ في شارع بورسعيد. الدنيا زحمة درمغة، وشارع بورسعيد كله ما فيهوش غير بنزينة واحدة بس، وكمان ما فيهاش 92. لولا ربنا يكرمه سواق أصيل كده اتطوع إن هو يجيب لي جركن بنزين، اضطريت بقى إن أنا أستنى في قهوة حقيرة على ناصية الشارع. ما أقولكيش بقى يا دكتور، ريحة بشعة، مناظر فظيعة، صيع بلطجية. ده أنا شفت عيل صغير قد كده واقف. فندم. أيوه حبيبي. على الرعاية بعد إذنك وبسرعة. تمام. يا سلام، طب فيها إيه؟ فيها إيه يعني؟ أنت مش هتبطل استخفاف الرزل بتاعك ده؟ في دكتور محترم يقلب كيان المكتب بالطريقة البشعة دي؟ ده أنت ولا كأنك قاعد على الرصيف.
وحمامة يا سليمان؟ حاطط في مكتبك حمامة؟ أمال كنت عايزاني أعمل إيه بس يا شاهيناز؟ أدخلها معايا العمليات؟ اسكت اسكت ما تعفرطنيش، نخلص بس من الليلة السودة اللي احنا فيها دي الأول وبعدين نبقى نتحاسب في البيت. المهم دلوقتي من فضلك حاول تسيطر على لسانك وتختار ألفاظك كويس اللي هتتكلم بيها مع الناس، وأرجوك بلاش التعبيرات اللوكل اللي انت بتحدثها زي الطوبة دي. ممكن اسأل حضرتك سؤال صغنطك قوي قد كده؟ هو مين دي؟ الحالة اللي حضرتك صممت تدخليها الطوارئ يا دكتورة، طلعت صحفية شاطرة. صحفية؟ مش قلت لحضرتك بلاش تعرضيني في أي ريحة وحشة بشمها. ريحة وحشة يعني يا حضرتك؟ انت تخرسي خالص وتتفضلي معاها من سكات. حاضر. ثواني يا حسام بيه. خير يا دكتور؟ الحظر والتعتيم اللي حضرتك كنت عاملهم على المستشفى قبل العملية كان ليهم واجهتهم. معالي الوزير كان في حالة حرجة وكان رائد من الحياة والموت، وطبعا أي كلام عشوائي في وقت زي ده ممكن يعمل شوشرة إعلامية وبلبلة للرأي العام وشائعات ملهاش أي لازمة. مظبوط، بس الوضع دلوقتي بقى اختلف تماما. الحمد لله العملية نجحت، وده طبعا بتوفيق من ربنا، والحالة دلوقتي مستقرة وزي الفل و24 قراط. وبكرة الصبح بإذن الله هتلاقي بوكيهات الورد وبرقيات التهنئة نازلة ترف على أوضة معالي الوزير زي المطر. يا سيادة المقدم، مصر دي عاملة زي أي قرية صغيرة في الفلاحين. الولية اللي بتولد على راس البلد عندنا، واخد بالك يا دكتورة، حريم البلد كلها بتسمع الطلق بتاعها من وهي في بيوتها. بدليل ان قطة مخربشة زي دي شمت الخبر وقدرت انها تتسحب ما بين رجلين حضراتكم وتخش المستشفى هنا قبل انا شخصيا مخرج من العمليات. يعني قصدي يعني ايه لازمتها بقى ان احنا نأذي بنت عبيطه زي دي، واخد بال سعادتك، بهدلت نفسها ودخلت المستشفى وعملت عيانه لمجرد ان رئيس تحرير جشع استغلالي وعدها بكلمتين كده باسمها صغير في جورنال تافه مجهول مغمور ومكافاه 50-60 جنيه. كلام سعادتك سليم 100%، بس حضرتك نسيت حاجه صغيره قوي. حاجه ايه؟ حقي وحق الضابط اللي هي استغفلته واتسحبت من ما بين رجليه زي ما حضرتك قلت بالظبط. افرط فيه بسهوله كده وعمل منه البانه في بق الممرضات وعمال المستشفى؟ يا سلام عليك بقى حسحس بيه، ما احنا ياما استغفلنا مدير المدرسه علشان ننط من على السور، وياما استغفلنا ابهاتنا علشان نشرب سيجارتين في الحمام، وياما استغفلنا حرس الجامعة عشان نخش كده تفليتة ونقابل الجو. اوعى تقول لي ما حصل. طب بذمتك ودينك يا شيخ، انت ما كنتش بتزوغ من كلية الشرطة وتروح جامعة عين شمس عشان تقابل اسمها؟ اقول لك بذمتك، طب كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ رباب يا دكتور. يا حسام بيه، هو الشباب يبقى شباب ابدا غير طيش وتهور ونط من على السور؟ انا مش عارف اقول لك ايه يا دكتور بصراحه. قول براءه بقى يا اخي، وما تعكننش على كل الناس اللي فرحانه بنجاح عمليه الوزير بتاعك ده. الله، وانت بتشتغلي في انهي داهيه يا مفعوصه انت؟ لسه ما اشتغلتش والله يا دكتور، ده انا كنت بحاول اعمل اي حاجه النهارده كده علشان اقنع يعني رئيس تحرير جريده المستقبل انه يمرني عنده ويديني اي كارنيه. اتفضل يا سيدي. يا باشا، اصل احنا اصلا متخصصين في اننا نمص دم اي كتكوت صغير بالظبط زي العرس. خلاص يا دكتور، براءه المره دي عشان خاطرك، وانت لو شفت وشك في حته تاني هبطلها. خلاص هبطل مهنه الصحافه دي خالص، انا شفت منها غير الهم ووجع القلب. ما تشغلني عندك ممرضه يا دكتور، ده انا حتى شاطره وخفيفه وبعرف ادي قبل. ابراهيم، خدها من قدامي دلوقتي الاحسن ورب الكعبه بقى. النبي ما انت حالف. السلام عليكم. بعد اذنكم. مع الف سلامه يا فندم، شرفت وانست. خطوه عزيزه.
خلصت المرافعه يا متر وخدت البراءه؟ اصل ممكن بقى نتحرك ونلحق الناس اللي هيتخانقوا جوه في الاوضه دول. شهنوستي حبيبتي، ممكن من فضلك تعفيني انا من موضوع الضيوف ده؟ يوروبكس وفيه هتهرج يا سليمان، هتهرج. لا يا شهناز مش بهرج، انا بكلمك بجد. الله، انا خلاص اتخنقت، تعبت، مش قادر اقعد ولا دقيقه واحده هنا. يعني لازم اجي لك بنفسي عشان اهنيك وارفع لك القبعه؟ ايه يا بروف؟ مش ممكن يا مستر نديم، صدقني ما ينفعش، انتوا كده بتحملوني لود ما اقدرش استحمله. ازاي بس دي بنتي الوحيده، ملهاش حد في الدنيا غيري، اسيبها زي في ظرف زي ده واسافر اخر الدنيا؟ ما يكفوش طبعا. هعمل ايه في 13 يوم؟ دي النيابه افرجت عنها افراج مؤقت على ذمه القضيه، وارد جدا يستدعوها في اي لحظه ويقبضوا عليها كمان. اصفرها ازاي ودي قضيه راي عام والدنيا مقلوبه؟ جوزي؟ جوزي مين اللي هعتمد عليه في كارثه زي دي؟ انت مش عارف اللي فيها؟ ممكن افهم ايه اللي انت عملتيه ده؟ ها؟ معلش يا فندم، ساعه وهكلم سيادتك تاني. ميرسي قوي، مع السلامه. اتفضل انت يا مصطفى. تحت امرك يا دكتوره. تحب سعادتك؟ لا تحب ولا تكره. قالت لك اتفضل يا مصطفى، اتفضل يا سي مصطفى. شكرا يا دكتور. انا اسمع. في دكتور محترم يكلم مراته قدام موظف عندها؟ وفي دكتوره محترمه وسيده اعمال قد الدنيا تجري على مريضة عندها وتمد ايدها وتشحت المساعدة وتقول له الحقني يلومك سواد؟ الفاظك واطية وتشبيهاتك متخلفة، وعمرك ما هتفهم حاجة في الدنيا دي. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ بقى كل الموشح ده عشان علشان افكرك باللي قلتهولك أول مرة شفتك فيها يا شهناز. فاكرة أنا قلتلك ايه؟ قلتلك أنا حبيت المهنة دي وتعلمتها علشان أساعد بيها خلق الله، علشان اخفف عنهم قرصه المرض والالم ومراره، مش عشان الم بيها فلوس ومناصب وبزنس. دي سياستك انت، العبيها زي ما انت عايزه، بس بعيد عني، بعيد عن اي حاجه تخصني. امين عزام جه هنا علشان محتاجني، ولما مريض يستنجد بيا وبعد ما ساعده امد ايدي علشان اخد منه ثمن اضافي غير الفيزيتا اللي اداني، ابقى مستغل، ابقى انتهازي، مابقاش طبيب. الله الله، محاضرة عظيمة في الفلسفة الإنسانية، ما سمعت زيها في حياتي. سليمان انت فعلا إنسان عظيم وجراح عبقري، بس أب فاشل وفوضوي وأناني، وأضعف منك تتحمل مسؤولية أي حد عايش باسمك وتحت حمايتك. كل اللي يهمك نفسك ومتعتك وخيالك ونظرتك للدنيا وأفكارك الحجرية الميتة اللي انتهت مع العصر الجليدي. أنا أب فاشل يا شهناز. أيوة فاشل، جرحك قوي الوصف ده يا سليمان. صعبت عليك نفسك زي ما صعب عليك شكلك قدام الوزير ومراته عشان بنطلب منهم خدمة بسيطة تساعدنا في المصيبة اللي احنا فيها. طب وبنتك؟ ما صعبتش عليك لحظة واحدة هي كمان؟ ما فكرتش ايه اللي ممكن يحصل لو انت مش هتزايدي على حب البنت وخوفي عليها يا شهناز؟ انت عارفة كويس قوي. انا معرفش غير حاجة واحدة بس، إن أنت يا سليمان السبب في كل اللي بيحصل لشهد دلوقتي. ألا؟ أيوه أنت يا سليمان، سممت دماغها بأفكارك التافهة واسطواناتك العجيبة عن الحب والرحمة والمشاعر الخلاقة والحق والخير والجمال. نيمتها على سحابة بيضة فوق في السماء وعزلتها عن الغابة الاستوائية اللي احنا عايشين فيها. خلقت منها إنسانة ضعيفة وساذجة ومشتتة،
لا هي عارفة تخرج من الوهم اللي انت زرعته جواها ولا تطبقه على الواقع اللي هي شايفاه. خلتها طفلة غبية، اي حد يقول لها تعالي يا حبيبتي نتمشى على المية ونلعب مع السمك تجري وتروح معاه، وهي ما عندهاش اي ذرة شك في كلامه، لان من وجهة نظرها مفيش حد كذاب او خاين. حق ايه وخير ايه اللي انت بتتكلم عنهم دول يا افلاطون افندي؟ لو انت عايش في غيبوبة ومش عايز تفوق منها وتحس باللي بيجرى حواليك، تبقى دي مشكلتك لوحدك وانت حر فيها، فيروس وعشش في جسمك ودماغك وعمرك ما هتخف منه. لكن بنتي لا يا سليمان لا، ومش من حقك تنقلهولها وتعديها بيه. خرجت من البيت ده وراحت لكلب زي فؤاد عوني ده عشان بنت هايفه ضحكت عليها بكلمتين على امل انه هيسمع صوتها ويديها فرصه. فجاه لقيته سكران ومسعور وطمعان في جمالها، ولما فلتت منه بمعجزه لقت نفسها مقبوض عليها بتهمه اكل. مين السبب في الطموح العظيم اللي وداها في داهية ده يا دكتور؟ مش حضرتك؟ مين اللي علمها الموسيقى وملا دماغها بالمزورة والمقامات والسيكة والنهواند والطقطيق العثماني؟ انت ولا حد غيرك؟ كنت عايز تعمل ايه من ده كله يا سليمان؟ ايه اللي كان في خيالك التافه واحلامك الخرافية وعايز تحققه في بنتي؟ عايز تعوض الإحساس اللي ملحقتش تعيشه مع باباك ومامتك؟ بتحضر أرواحهم في صورة بنتك يا سليمان؟ يا حبيبي إيه الجمال ده كله يا سليمان؟ ده أنت طلعت فنان جامد قوي بجد يا ماما. لو عجبتك فعلا؟ عجبت وبس، دي تهوس يا واد. الله عليك يا سليمان يا مقطعهم. بس بقى يا عبد القادر حرام عليك، انت مصمم تعلمه الكلام اللاسع بتاعك ده؟ يا حبيبتي ابنك ورث اللسعان من بدري، انت مش شايفه رسم ايه؟ عرف يلقط اول خيط جماعنا سوا وخلانا نتجرأ على اهالينا ونهرب من بيوتنا. صوتك والحاني كفايه يا سليمان، لحد كده وكفايه قوي. سنين طويلة وانا سايباك تقرب من شهد براحتك وتلعب في دماغها وتسقيها من طبعك وتلخفن حياتها بعشوائيتك وجنونك، عشان عارفة انك بتحبها ومتعلق بيها قد ايه. لكن بعد اللي حصل لشهد دلوقتي اكتشفت اني سلمت الجوهرة اللي حيلتي الاب اعمى، لا هيعرف قيمتها ولا هيقدر يحميها. ارفع ايدك عن شهد يا سليمان، لا انا ولا هي محتاجين منك اي حاجة، لأنك مش هتقدم أي حاجة. خليك في دنيتك وملكوتك وسيبني أصلح غلطتي وأجمع بواقي اللي كسرته. أب أعمى لا هيعرف قيمتها ولا هيقدر يحميها، أب أعمى لا هيعرف قيمتها ولا هيقدر يحميها، أب أعمى لا هيعرف قيمتها ولا هيقدر يحميها، أب أعمى لا هيعرف قيمتها ولا هيقدر يحميها. وبعدين فيك يا استعبير، أنا كنت ناقصك أنت كمان يا سيدي. وانت مالك؟ يعني ايه وانت مالك يا شيناز؟ بقولك البنت مش دريانة بالوحش اللي سارح في جسمها وبينهش فيه من غير ما تحس. يا خرابي عليك يا سليمان، كده ما ينفعش يا حبيبي، حرام عليك نفسك، انت كده بتضغط على اعصابك بطريقة هتموتك ناقص عمر. حدش بيموت ناقص عمر. الله ينور عليك، شفت بقى الكلام؟ ايه شفت الكلام دي؟ حد بيشوف الكلام؟ يا سلام على خفة دمك كده وانت فاهم وبتستعبط.
اللي انا اقصده بالظبط ان ما حدش بيموت ناقص عمر. يعني الامور اللي زي دي يا حبيبي لازم تتعامل معها بحكمه شويه وبالراحه وعلى مهلك، لانك مهما عملت المستحيل مش هتقدر تغير حاجه في قدر اي بني ادم. والنبي صحيح، يعني انا اشوف النار بتولع في بني ادم واقف انا اتفرج واتامل، يا ترى ايه اللي ينفع معاه في الموقف البايخ ده؟ طفايه حريق ولا جرد الميه ولا اخلع من قدامه بدل ما احرجه؟ سليمان ما تسخفش كلامي، انا اقصد ان رد فعلك كان عنيف جدا. خلاص انت عرفت الخبر من سهام او من غيرها. طب يا جماعه حد يشوف طريقه نوصل بيها للبنت الغلبانه دي ونبلغها الخبر بالراحه ونشور عليها تعمل ايه وتروح لمين، ونوصي عليها اكبر استشاري اورام في مصر كلها يا سيدي. مش تكهرب المستشفى قوي كده وتبهدل الناس اللي شغالين عندك وتفرجهم عليك وانت منهار بالشكل ده، وتجيب عنوانها من حرس الوزير وتجري وراها في الحواري. سليمان انت دكتور كبير قوي ومطالب انك تحافظ على شكلك ومركزك، زي ما بتخاف قوي كده على الناس اللي يور كريزي يا حبيبي. والله ما عارف اقول لك ايه يا شاهين، ساعات بحس ان انا واهم نفسي بمعاني عبيطه مش موجوده غير جوايا انا بس، زي الرسومات اللي كنت برسمها وانا عيل في المدرسه، مدرس الرسم عليها في وسط العيال. عبيط يا ده يا سليمان، يا ده وفي شجره بتتكلم يالا، انت مجنون يا ده يا سليمان، في مخلوق في الدنيا نصه التحتاني بني ادم ونصه الفوقاني حمامه؟ لا 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 يا حبيبي، ما تقفرش الحكايه جواك للدرجه دي وتتهم نفسك بحاجات مش لطيفه. انت زي الفل وأحسن من الناس دي كلها. النبي صحيح. أو الله. يعني مفيش أي حاجة تقلق. نذر. الحكاية إنك مختلف شوية. كهربا زيادة عندك حبتين. كهربا زيادة. يعني مش محتاجين جراحة ولا كيماوي ولا أي حاجة كده. خالص خالص. كل الحكاية إنك محتاج تاخد شاور دافي كده جميل. تعمل حمام كريم لشعرك السريالي ده وتتدفى كويس. تعال تعال بقى واسمع الكلام. تعرف يا شاهين، اكتر حاجه بحبها فيكي ان ساعات بتبقي عارفه انا عايز ايه مع ان انا نفسي ما ببقاش عارفه. مش بقول لك ان انا بحبها اكتر من نفسك؟ شفت بقى شعرك بقى عامل ازاي؟ حلو؟ تحفة، ناعم ولمعانه يجنن. طب ولا يعني شاهي علشان ألمع الشعرتين اللي حلت اقعد افرك في عينيها طول الليل؟ الشابو ده بيحرق العينين قوي يا شاهي. انت اللي بتصمم تفتح عينيك تحت الميه وما بتصبرش. انا نفسي افهم العادة الغريبة دي مصدرها ايه؟ بخاف من الضلمة. لا يا حبيبتي ما تخافيش من حاجة أبدا، طول ما أنا جنبك مفيش حاجة في الدنيا تقدر تأذيكي. الله، ده المزاج الليلة دي عنب. عنب إيه وبطيخ إيه كلام البيئة ده؟ يبقى بالراحة يا شاهي، أنت بتدعكي البلاط. إيه اللي أنت لابسه ده يا سليمي؟ خاتم. هل؟ خاتم؟ ده بتقول عليه خاتم؟ ايه العرف ده يا دكتور؟ انا زي ما شفتوش في ايدك قبل كده. لا ما انا لسه لابسه دلوقتي، اصلا انا مرضتش البسه وانا بستحمى، خفت احسن يصدي. خلينا في المهم. وهو كده مش مصدي؟ في راجل في مركزك الاجتماعي وقيمتك العلميه يلبس صفيحه زي دي؟ لا لا هات يا سليمان. ايه يا شاهي يا شاهي سيبيه. الله عجبني يا ستي، بقت فائل بيه، حاسس انه وشه حلو عليا. اصلا انا لبسته من هنا يا شاهي وتاني يوم على طول ربنا هداني للفكره اللي انقذت شهد. المهم انا ما كنتش اعرف ان انت بتصدق في الخرافات دي يا ستي. ولا انا ما حسبتهاش، هي جت كده. سليمان هو انت هتروح بكره الحفله لابس الخاتم ده؟
حفلة ايه دي بقى؟ الله، حفلة امين عزام. انت نسيت ولا ايه يا سولي؟ امال احنا دخنا وراك طول النهار عشان ايه؟ يعني ضروري اوي الحفلة دي يا شاي؟ لا شوف بقى يا سولي، كلكم والحفلة دي كوم تاني. ده انا جايبالك بدلة سنيق تحفة وكرافات خطيرة هتكسر الدنيا. انا عايزك بكرة سوبر ستار. الحفلة كلها معمولة على شرفك يا حبيبي. طب ما تكملي بقى الليلة الحلوة دي وتنامي جنبي. ما فيش حاجة يا شاهي، انا مش غريب يعني. بطل دلع بقى يا سولي، يلا تصبح على خير. شاهد انت بقيتيش تحبيني ولا ايه؟ سليمان يا حبيبي، انت عارف ان انا تعبانه قوي وعلى طول ورايا شغل كتير، شغل شغل شغل. يلا يا قلبي، سويت دريمز، سليب تايت. ما ترد عليا. اقرا يا دكتور بصوت عالي وسمعني. انا لا بقرا جرايد ولا بحبها ولا بستحمل ريحه الحبر اللي فيها. بسيطه، اقرا انا. سؤال عاجل تطرحه جريده المستقبل على سياده النائب العام ورئيس محكمه الجنايات. هل انتهت قضيه مقتل الملحن الشهير فؤاد عوني بالفعل؟ أم أن هناك مؤامرة خبيثة قدمت للنيابة العامة نهاية مزيفة؟ أسرة العريني استغلت مدة الإفراج المؤقت الذي صدر للمتهمة شهد سليمان العريني وراحت تبحث داخل الطبقات الشعبية المعدمة عن ضحية بريئة تقدم اعترافاً كاذباً وتقف بدلاً من ابنتهم على طاولة الإعدام. الخال شريف والأم شاهناز رستم فشلوا في إقناع المواطن عربي فهيم بهذه الصفقة المشبوهة. أما الأب سليمان العريني وهو من أكبر جراح القلب في مصر والوطن العربي فقد نجح في العثور على البديل المناسب وقدم للنيابة بواب عمارة القتيل، رجلاً ريفياً بسيطاً ورب أسرة فقيرة مكونة من زوجة وثلاث أبناء منهم طفلة مصابة بشلل رباعي. عارف مين اللي كتب الكلام العظيم المؤثر ده يا دكتور؟ عبير هانم. يعني سعادتك بقالك 24 ساعة بتحف على رجليك عشان تنقذ واحدة قاعدة على مكتبها بتشرب شاي وبتكتب موشح درامي طويل عريض يشكك الناس في براءة بنتك، وبتتفنن في رسم صورة مرعبة ليك وليا ولاخويا. لسه مش عايز تفوق يا سليمان، لسه مش عايز تعرف حقيقة الناس اللي بيضحكوا عليك وبرضو بتمدلهم ايدك. خايف تواجه نفسك مواجهة جريئة وتحس بالخيبة اللي انت فيها؟ فوق يا سليمان، انت مستني ايه اكتر من كده؟ بنتك كانت هتتسجن وتتشال، والبنت دي ايه؟ انت برضو بتدافع عنها ليه يا سليمان؟ ليه بتدافع ليه؟ عشان خاطر مين يا ابو بني ادم؟ فوق بقى بس بس حرام عليك. بس اموت في ايدك يا سليمان. علشان تعرفي يعني ايه بني ادم يشوف نهايته وهو لسه مخلعش في الدنيا. سليمان بس سليمان 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 هنادي عليك 20 مرة عشان تتكلم. اتكلموا لي. قول
انك مش لاقي رد بعد اللي سمعته بودانك يا دكتور. جاي تعاتبني يا سليمان؟ جاي تتخانق معايا عشان واحده زي دي؟ مين فينا اللي ليه حق عند التاني؟ ده انا كنت هتشل وانا في مكتب جلال السنوسي وهو واقف قدامي وعلى وشه ابتسامه صفرة قد كده وبيقول لي مش عارفه مين الصحفيه اللي كتبت ده يا دكتوره. امال جوز حضرتك كان عندها في البيت امبارح بيعمل ايه؟ نزلت من عنده دمي محروق ولقيتهم كمان بيقولوا لي ان الهانم محجوز لها جناح درجه اولى في المستشفى بتاعتك. عايز نعمل ايه؟ شهناز شهناز طيب ارجوكي ارجوكي بس بلاش كده. هي البنت طبعا طولت لسانها شويه شويه يا ستي. طولت لسانها كتير، هي سافله ومش متربيه وبنت 60 في 70. بس علشان خاطر يا شهناز ده مش وقت تخليص حق وتصفيه حسابات. البنت بتموت. تموت ولا تروح في 60 داهيه تاخدها؟ ما هو ده رد ربنا عليها عشان تعرف عقاب اللي يهاجم الناس الشرفة بالكذب ويفتري عليهم. يا شهناز لو ربنا بيعامل الناس بذنوبهم ما كانش ساب بني آدم واحد يدب برجله على الأرض. تحت تديني محاضرة في الدين والأخلاق سليمان؟ It's over. انت مش بلغت البنت بنتيجة التحليل وعرفتها مرضها؟ خلاص يا سيدي عملت اللي عليك وخلصت ضميرك اللي وجعك قوي ده. سيبها تروح لحالها وتشوف حل النفسها بعيد عننا. بعيد عننا ازاي يا شهناز؟ وفين؟ ما انت عارفه كويس البنت فقيره وتحت الصفر وانت فاهمه كويس قوي يعني ايه لوكيميا. امال سيادتك عاوزني اضيفها لك على قائمه الاعمال الخيريه بتاعتك واصرف عليها من جيبي كمان؟ لا دي حلوه قوي. لا لا يا شهناز خلاص. بص انا مش عايز ولا مليم زياده عن الميزانيه اللي احنا مخصصينها للحالات المجانيه. انا كل اللي بقوله مستحيل. يلا يا البنت دي في المستشفى يا سليمان. طب اعملي حساب لصورتي قدام الدكاترة والممرضين وطاقم الإدارة. ده أنا لسه مشدد عليهم دلوقتي يا شهناز أرجوكي لو أنا سمعت. مش هفضل طول عمري أتحمل مسؤولية اندفاعك وتصرفاتك الغبية. أي بقى المرة دي عشان تتعلم تاخد رأيي في أي حاجة تيجي على دماغك. أخد إذنك تقصدي مش أخد رأيك. إذني رأيي أوردر سميها زي ما تسميها. أرجوك يا شهناز ما تضغطيش علي أكتر من كده. أنا قلت اللي عندي يا سليمان. البنت دي مش هتخطي عتبة المستشفى بتاعتي. المستشفى بتاعتي مش بتاعتك. نعم قلت إيه دلوقتي؟ بتاعتك؟ عايز تلغيني يا سليمان؟ عايز تنسب النجاح كله لنفسك وتصب على دوري ومجهودي في السنين اللي فاتت عشان بنت زفتة زي ده؟ لا انت اللي بتلغي اسمي وبتلغي وجودي من المستشفى. هو فين وجودك ده يا دكتور؟ فين وجودك؟ الساعات اللي بنستضيف سعادتك فيهم عشان تدخل عمليات او تمر على حالة حرجة؟ اي دكتور بيعمل كده. انا اللي بنيت واسست وجمعت افضل كروت تمريض واستوردت احدث اجهزه وعملت تعاقدات خياليه مع القضاء والخارجيه والبترول والجهاز المركزي. انا اللي مضيت مع اكبر استشاريين من كل التخصصات. اشربيها يا ماما اشربيها. طالما انت اللي بنيتي وانت اللي اسستي وانت اللي سهرتي الايالي خلاص تبقى حلال عليكي. يبقى من حقك دلوقتي انك تشيليها على دماغك وتشربيها يا شهناز. اشربيها يا ستي. انا بقى فايت لك الدنيا كلها علشان تتمتعي لوحدك بانك تسوقي المركب تركبي اللي يجي على مزاجك واللي ما يجيش على هواكي ترميه في البحر يا شهناز. اشبعي بيها اشبعي بيها يا ستي. اشبعي بكل حاجه. اشبعي بالبيت اشبعي بالمستشفى وبالفلوس وبالارض وبالعربيات وبالانتيكات. اسمعي بيها اي اسمعي بيها. رصيهم رص فوق بعض وقعدي على كرسي دهب في اعلى حته فيهم وقولي انا ربكم الاعلى. احيي وموتي في الناس باشاره من صوابعك يا شهناز. اسمعي بيها سليمان. اهدى اسمعي بيها. اهدى عشان خاطر مش هذا مش هذا يا شهناز ومش هسامحك ورحمه امي وابويا. ما هسامحك يا شهناز. انا مش هتسالك ولا حرف من اللي قلتيهم النهارده يا شهناز. مش هسامحك والله ما هسامحك والله ما هسامحك. سليمان رايحه ايه؟ سليمان بابا استنى ارجوك يا سليمان. سليمان عشان خاطري يا بابا ارجوك. لا انت مش وقت تسيبيني دلوقتي. سليمان لو سمحت انا اسفه. سليمان انا اسفه.
جديد يا ماما؟ ارتحتي ولا في حاجه تانية؟ يا نهار اسود الحفله. عايز ارد على حد. دمك زي العسل يا سولي. يوه يا شيناز ما تعصبينيش بقى. الله انا مش حامل هزار دلوقتي. ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني ايه عريس يتقدم لبنتي يقوم يطلب ايدها منك انت ويحدد ميعاد وبعد كده تفتكري حضرتك ان ليها اب عايش تقومي تطلبي مني؟ والله ما قصدت اني الغيك او اتجاهل وجودك. انا كمان اتخطفت زيك كده بالظبط. فجأة لقيت كاميليا بتكلمني في الموضوع وما فيش ساعه واحده ولقيت الناس بتتصل بيا وطالبين ميعاد في اسرع وقت لان الولد بيشتغل في الخارجيه ومسافر في مأموريه سريعه. يعني الحكايه كلها مجرد سياره تعارف ولما يرجع الولد بقى نبقى ناخد قرار. وإيه إن شاء الله بقى حكاية الانتخابات اللي أنت ناوية تخشيها دي؟ إيه؟ حصلت فجأة برضو هي كمان؟ ولا كنت مستنية لما صورك تتعلق عيوفط في الشوارع وأنا أقول يا سبحان الله يا أخي الست دي الخالق الناطق مراتي؟ مش بقولك دمك خفيف قوي النهاردة يا حبيبي. ما هي دي المفاجأة اللي أنا كنت عاملها لك في الليلة السودة اللي خنتني فيها مع القطة. بجد انا مش قادر افهمك يا شهناز. والله العظيم ثلاثه ما قادر افهمك ابدا. عليك بايه بالهم ده كله؟ سياسه ايه ووجع دماغ وانتخابات وبلاوي؟ انت عارفه تفوقي من المستشفى وشركه الادويه والهم ده كله؟ انا اللي مش قادره افهمك يا سليمان. انت ليه بتكره الخير لنفسك ولينا؟ فرصه وجت لحد عندنا نقول لها لا معلش مش فاضيين لك. فرصه لايه؟ ومين ان شاء الله اللي ادالك الفرصه العظيمه دي؟ اكبر شخصيه في الحزب هو اللي رشحني وصمم عليا. يا سلام. ولما هم حابينك قوي ومتوسمين فيك الخير كده كانوا بيطلبوك قدام امن الدوله ليه؟ موضوع امن الدوله ده اجراء روتيني عشان انا صحيح انت فكرتني. عارف انا قابلت مين هناك؟ مين؟ ملك يونس. مالك اتخضيت كده ليه؟ بسمع. مش انا قلت لك ان اخرتها سودة ان شاء الله؟ انا فضلت طول الليل اعمل اتصالات عشان اعرف ايه سبب وجودها هناك. وعرفتي؟ طبعا. الهانم جاسوسه يا دكتور، بتتستر ورا الصحافه والاعلام عشان تسرب خفايا المجتمع المصري وتنقلها لبلاد تانية. الاستاذه ملك يونس الاعلاميه المناضله عضوة في منظمة ماسونية على علاقة بالموساد. اتصلي بدكتور حمدي يا سوسو، عايزين حد في العظام بسرعة. دكتور سليمان فين؟ دكتور حمد لله على السلامة. الله أكبر، في حاجة مطمنش أبدا. والله ما أنتم متعتعين من الوضع اللطيف ده. إيش ما شاء الله، ده المدير عايش اللحظة مع ملاك الرحمة. رايحة فين يا إنسة؟ رايحة فين؟ أمال إحنا جايبينك هنا ليه؟ علشان تاخدي بالك من المرضى وتسهري على رعايتهم ولا علشان البيل مدير يتروق ويتدلع ويقدك الكرافتة؟ دكتور انا خلاص يقول لك كلمة مش طالعة بره. بره لا يا دكتور، سعادتك فاهم الحكاية غلط خالص. انا هقول لسعادتك اللي حصل بالظبط. انا اصلا ما بعرفش اربط الكرافات، دايما بتبقى مبلدي. انت كذاب وواطي يا مصطفى. تخدعني انا؟ انت بتخدعني انا؟ انا من اربع شهور لما سالتك ايه اللي خلاك توقف الجهاز بتاع غسيل الكلى وتطلب من المستورد انه يبعت واحد بداله قلت لي ايه؟
انت قلت ان الـ 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 الباور عطلان ولازم يروح للضمان. تبقى كداب وتبقى بتلعب بديلك النجس في المستشفى بتاعتي يا مصطفى، ولعبك الوسخ ده هو اللي كان ورا اصابه حالات الكلى فيروس سي. اتفضل اتفضل دلوقتي حالا، هات لي الدكتوره سهام وكل الفنيين بتوع المعمل وكل دكاتره الكبد وكل دكاتره الكلى في مكتب الدكتوره شيناس. اتفضل. حاضر. تقلبي لي الدنيا وتجيبي لي الريبورتس بتاعت الاربع اسامي دي. بس حضرتك ممكن يكونوا. ما تقوليش ممكن. ايه ممكن دي؟ المفروض ان احنا عندنا الفايلز بتاعت الست شهور اللي فات، صح ولا انا بخرف؟ لا لا يا دكتور العفو، صح طبعا. خلاص يبقى لازم يظهروا، ان شاء الله نقعد هنا لحد الصبح. اتفضلي دكتور هشام. أيوة. اتفضل شوفني مصطفى افندي ده جاب المفتاح بتاع وحده الكلى ولا لا، وما تخليش اي حد يلمس اي حاجه هناك من اصغر عامل لحد الدكتوره شيناس. اتفضل. عيراني اللي كلنا بنشتغل تحت اسمه وسمعته، واي كلمه منه فرمان يتنفذ قبل ما ينطقه بلسانه. ولا تكونوش فاهمين ان الغلطه الغبيه الغير مقصوده اللي حصلت في حكايه عبير فاروق دي هتخلي اي حد يتجرأ عليه او يستخف بتعليماته. دقايق يا مصطفى والمفتاح يكون مع الدكتور، ومهندس الصيانه منتظر في القسم عشان يفحص الجهاز قدامه. حاضر يا فندم، امر سعادتك. كل واحد يرجع على شغل. حبيبي حبيبي وحشتني بطريقة مرعبة كده يا سولي، كده بقى غلطة واحدة تقسي قلبك عليا. طب أنا غلطت يا سيدي، ذنبها إيه بقى بنوتك الوحيدة تحرمها منك وتشغلها عليك بالطريقة الفظيعة دي؟ إيه في إيه؟ لا بشوف الحرارة بطمن بس. لا اطمن زي الفل. يعني مفيش سخونية ولا دوخة ولا ولا أي حاجة. تبقي عاوزه تمتصي غضبي وتغلوشي على المصيبه اللي حصلت من ورايا يا شيناز. طب اهدى بس اهدى بس وبالراحه كده عشان اقدر افهمك. مصيبه ايه دي اللي حصلت اللي تخليك تعمل الانقلاب ده كله وتسيب البيت من قبل حتى ما تسلم عليا وعلى بنتك؟ اللي اتنشر في جريده مصر الحره من كام شهر، اربع حالات اصابه فيروس سي بعد جلسات غسيل الكلى اللي اتعملت على الجهاز القديم. ايوه أنا كده فهمت. هو مصطفى قالك وقتها إن سبب تكهين الجهاز عطل فني وعيب تصنيع وحاجات كده؟ أيوه بالظبط. طبعًا يبقى ليك حق تتنرفز وتقلب الدنيا على دماغه المتخلف ده. أنا كمان حصل لي نفس رد فعلك ده بعد ما رجعت من أمريكا وعرفت اللي حصل. بس هقول إيه بقى؟ منها لله ملك يونس. ملك؟ أيوه يا سيدي. ست حقودة وأصولية وقلبها مليان غل من كل نموذج ناجح في البلد، نبات متسلق على كتاف كل الناس الشرفاء. جابت أربع حالات مصابة بفشل كلوي وفيروس سي كامل، ونشرت عنهم تحقيق بتوجه فيه اتهام صريح للمستشفى بأن الإصابة حصلت لهم بعد جلسات الغسيل.
يقوم لهبل بقى لاسمه مصطفى يجري على الجهاز ويوقفه ويقول لتفتيش الوزارة إن الجهاز متكهن عندنا بقاله مدة طويلة بسبب عطل فني. يعني بمنتهى الغباوة بيثبت الأكاذيب اللي اتقالت ويأكدها للناس. والحمد لله أنا رجعت من أمريكا في الوقت المناسب ولحقت الموقف. اتصلت بالوزارة فورا وطلبت تشكيل لجنة رقابية على أعلى مستوى تيجي تفحص كل الأجهزة اللي عندنا حتى اللي ملهاش أي علاقة بالموضوع. وفعلا حصل، وجات اللجنة ومرت على كل ركن في المستشفى وطلعت التقارير اللي انت قريتها دي اللي كل ريبورت فيهم كفيل انه يسويك بلندن كلينيك، مش مستشفى مشبوه وملوثة. اللي حصل ده كان مجرد دعاية مغرضة من ملك يونس، بدليل انها بعد ما فشلت في اثبات الاتهام السخيف ده بعتت شكاوي من مجهول للنقابة وللأمن القومي واللجنة الصحة في مجلس الشعب بتتهم فيها المستشفى إنها تعاقدت على صفقات مشبوهة لتوريد أكياس دم ملوثة. سميها إيه دي يا سليمان؟ بطلة إعلامية بتحارب الفساد في البلد ولا إنسانة مغرضة بتبني شهرتها على كتاف الشرفاء؟ الله، ايه بقى الصدفة الجميلة اللي جمعت الأحبة كلهم كده من غير ميعاد؟ انتوا عارفين اللمة الحلوة دي ما حصلتش من امتى؟ من آخر خناقة بيني وبينك يا دكتور قبل ما تهج وتسافر الغردقة. هي الدنيا كده بقى تلاهي يا دكتورة شاهي. انت معذورة، هتلاحي على ايه ولا على ايه؟ بس الله يكون فعوني، اطلعي على المستشفى ولا على مركز الأشعة ولا على شركة الأدوية ولا المراكز الخيرية ولا الانتخابات. رايح فين؟ لا لا، رايح أعيش شوية مع الحمام، كل واحد واتجاهاته بقى يا شاهي. وعيش الروح ملوش لكن عيش. صباحية مباركة يا عريس. صباحية؟ صباحتي؟ لا والله سيادتك مش عارف صباحية ايه يا دكتور؟ ليه ان شاء الله؟ هي الأمورة ما بسطتكش ولا ما جاتش على هواك؟ ايه اللي بتقوليه ده يا شاهي؟ بقول انك خاين خبيث، اول مره اكشف الوش البريء اللي خدعتني بيه 22 سنه جواز. انت تعمل معايا انا كده يا سليمان ليه؟ عشان مره واحده احتجتني فيها وما لقيتنيش تقوم تروح تعجر بنت صايعه من الشارع وتوديها شقه السيده عشان تدلعك وتبسطك؟ بس 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 ايه يا شيناز، انت ايه اللي فاهماه بالظبط؟ ثم مين قالك ان كان في واحدة ستة اصلا؟ احنا مش في مين قالي ومين ما قاليش، ناقص كمان تقولي ان انا بقتحم خصوصياتك وبتجسس عليك. يا شاينز شاينز بالراحة حبيبتي، انت عارفة كويس قوي انه مش انا اللي تقلي الكلام ده. يا شاينز انت عارفاني كويس، انت عمرك ما شفتيني ببص على اي واحدة ست حتى في التلفزيون لدرجة ان انا كنت بحسد الرجالة على غيرة الستات بتاعتهم، لاني عمري ما دقت منك شعور سيدها. بس الحمد لله هو ربنا رزقني بيه اخيرا وعرفت قد ايه هو. شيل ايدك لو سمحت. الله الله الله، مش هينزل انت واخده الموضوع جد بقى؟ هي الخيانه فيها هزار يا دكتور؟ خيانه ايه بس يا شاينز؟ فهمي، دي واحده ست من المنيره وجوزها جاله ذبحه فالناس دلتها على شقه السيده فجت. واضح ان انا كمان النهارده
هكتشف مواهب جديدة عند الدكتور سليمان العاقل المحترم، يعني مش بس مراهق ومتصابي وبتاع ستات، لا وكذاب علي كمان. شيناس ده كلام، انا كذاب برضو؟ ايوه كذاب. تقدر تنكر ان الهانم اللي جات لك بالليل كانت بالطلب ديليفري ومن طرف شوقي السباك؟ شوقي السباك؟ ده انا بتراقب صوت وصوره بقى. طلعني يا سليمان.